تعالوا بقى كده على السريع نتعرف مع بعض على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة في فروعه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة منى المنيسي. يا بنت دلوقتي هتقول لنا على كل المستجدات. صباح الفل عليك يا منى، اتفضلي. يا صباح الفل عليك يا كريم، بصبح عليك انا هوانتو على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، يبقى اكيد اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. لكن في الاول خلوني اقول لكم او اديكم فكره عن الاجواء هنا في النادي الاهلي وفي المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. مش عارفه هو باين ولا لا، بس الجو حر جدا جدا، درجه الحراره النهارده الكبرى 38 والصغرى 24. لكن الغريب انه في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي بداوا بالفعل بالتوافد على النادي الاهلي هنا من الساعه 8 الصبح. يمكن انا موجوده من 8 الصبح، كان عدد الاعضاء مش قليل وكمان بيزداد شويه بشويه. كان في كتير قوي من الاطفال واولياء الامور اللي داخلين باولادهم للتدريبات، خاصه تدريبات السباحه علشان هي اللي بتبقى عاده الصبح بدري. كمان كان في عدد في تراك النادي بيمارسوا الرياضه على الرغم من حراره او ارتفاع درجه الحراره، لكن كان في بعض من اعضاء كبار السن اللي كانوا حريصين على وجودهم في صالات الجيم وكمان تراك نادي وعدد من حدائق النادي. كمان كان في سيوله مريه جيده جدا الصبح، يمكن ده اللي مشجع عدد كبير من اعضاء النادي ان هم يبقوا موجودين في الساعات الاولى من صباح اليوم. كان في سيوله مريه جيده في المناطق المحيطه بالنادي الاهلي هنا بالجزيره. خلونا بقى ننتقل ونروح لاخبارنا، اخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. والبدايه بالفريق الاول لكره القدم بقيادة طبعا كابتن أو مستر ريكاردو سواريش، واللي النهاردة بيختتم آخر تدريباته الساعة 4 العصر على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة فاركو غدا أمام إن شاء الله فاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز، واللي هتكون إن شاء الله الساعة 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. امبارح كمان كان في تدريب بعد راحه كان اداها مستر سواريش للاعبين بعد مباراه الاهلي والمقاولين العرب، كانت امبارح لمده 24 اول امبارح لمده 24 ساعه بعد المباراه. امبارح التدريبات كانت عباره عن تدريبات استشفائيه للاعيبه اللي كانوا شاركوا في مباراه المقاولين والاهلي، وباقي اللاعيبه اللي ما كانتش شاركت كانت بتتمرن تدريبات كره وكمان تدريبات بدنيه وفنيه. يعني مباراة فاركو غدا هيغيب عنها 13 لاعب للإصابة بعد طبعا ما انضم لمستشفى الأهلي لاعبين كمان أحمد عبد القادر وصلاح محسن في مباراة المقاولين اللي خرجوا بالإصابة. ولكن مباراة غدا هتشهد عودة محمد هاني بعد فترة الإيقاف، وكمان بيرسي تاو لسه لم يحدد موقفه بعد. خليني يا كريم ويا نهواندا أقول لكم إنه بمناسبة إن إحنا بنتكلم على ماتش المقاولين، يمكن أنا كنت حريصة إن أنا أحضر مباراة المقاولين والأهلي في الملعب المباراة الماضية، واللي كان ملفت للأنظار جدا وده دايما اللي بنتكلم عنه هو جمهور النادي الأهلي اللي لم ييأس أبدا من قبل ما الماتش يبتدي بساعة ونص تقريبا لحد آخر ثانية حرفيا في المباراة. الجمهور ما زهقش لحظة في إن هو ينادي باسم النادي الأهلي ويهتف باسمه عالي ويشجع اللعيبة على الرغم من إهدار فرص كتير جدا، على الرغم رغم ان ما كانش فيه توفيق كبير للاعيبه النادي الاهلي، لكن الجمهور ما يقص لحظه في ان هو لحد الاخر، حتى ما يقص بعد ما الجون ما اتحسبش واتلغى ما كانش فيه يأس تماما من قبل جمهور النادي الاهلي. ده يمكن اللي احنا بنقوله دايما ان النادي الاهلي عظيم علشان كده، علشان ما زهقش لحد اخر لحظه. كمان يمكن مستر ريكاردو سواريش كان بيقول بعد المباراه ان ما كانش فيه او كان فيه سوء حظ في استغلال الفرص في المباراه، وان اللعيبه كلها عملت اللي عليهم. اتمنى اكيد ان مباراه غدا التوفيق ده يصالحنا بكره ان شاء الله ويصالح لعيبه النادي الاهلي وايا كان مين هيكون موجود في الملعب، وللاكيد ان اي حد جاهز هيكون موجود في مباراة غدا ان شاء الله يقدر فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هم يصالحوا جمهورهم اللي لسه يعني ما اعرفش بالشكل اللي انا شفته ده كان كده زعلان منهم ولا لا، ولكن ان شاء الله يقدروا يقتنصوا الثلاث نقاط. خلينا نستكمل باقي اخبارنا النهارده وباقي الفرق الرياضيه اللي كلها الحقيقه عباره عن استعدادات قويه للموسم الجديد، واللي غالبا بيبتدي اخر شهر سبتمبر او اول اكتوبر. كل اتحاد لعب على حسب ما بيحط جداول مبارياته، لكن هي دي الفتره اللي معتاد عليها ان هي بيبدا فيها السيزون الجديد. خلونا نبتدي برجال كره اليد تحت قياده الاسباني دانيال جوردو، تدريباتهم البدنيه النهارده في الجيم الساعه 3 العصر، وبعدها مباشره من 4 ل 6 هيكون في التدريبات الفنيه على صاله الامير عبد الله الفيصل، وده استعدادا للموسم الجديد اللي خاصه
ان فريق النادي الاهلي لكره اليد هيشارك الموسم ده في كاس العالم للانديه السوبر جلوب وكمان بطوله افريقيا. اما سيدات كره اليد تحت قياده كابتن محمد عادل النهارده تدريبات وتدريبات مكثفه بتشمل وطبعا احمال بدنيه كبيره في الصاله النهارده الساعه 6 مساء، وكمان بينضم او موجود في تدريبات اليوم اللاعبة التونسية المحترفة الجديدة سعيدة بنت مهدي. أما رجال الطائرة تحت قيادة كابتن ميدو مصلحي بعد ما ادالهم امبارح راحة لمدة 24 ساعة النهاردة بيعودوا من جديد لاستئناف تدريباتهم على صالة الأمير عبدالله الفيصل، إن شاء الله تبقى تدريبات قوية. وفي المقابل سيدات الطايره تحت قياده كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهارده على النواحي البدنيه والفنيه، ولكن الفريق بيشهد غياب او استمرار غياب لاعبه الفريق فريده الحناوي اللي كانت اصيبت بقطع في الرباط الصليبي وبتمنى لها اكيد الشفاء العاجل. اما سيدات كره السله تدريبهم النهارده بيشهد عوده سرايا محمد لاعبه الفريق بعد ما كانت الموسم اللي فاتت تقريبا بعدت عن الموسم كامله بسبب اصابتها بقطع في الرباط الصليبي، لكن هي بتعود الموسم ده بمنتهى القوه ان شاء الله ربنا يوفقها، وده يمكن مدي الجهاز الفني للفريق ثقه كبيره ان سرايا ان شاء الله هتكون موجوده معاهم، خاصه ان هي من اهم لاعبات الفريق، وكمان بيجهز الجهاز الفني لاعبته بشكل قوي الفترة دي بدنيا علشان الفترة الجاية إن شاء الله يستعد فنيا من خلال مباراة الودية كالعادة قبل بدء الموسم الجديد. وأخيرا رجال السلة اللي هيبدأوا في منتصف الشهر الحالي تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد بعد ما مستر أوجستي بوش المدير الفني الأسباني الفريق يرجع من أجازته إن شاء الله من خارج البلاد. دي يمكن يا نهاندو يا كريم كانت كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي هنا أو المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا موجودة معاكم لو في أي أسئلة تانية الكلمة تعود إليك مرة تانية. اتفضل يا كريم. جميل، احنا بنشكرك على التغطية المتميزة دي كالعادة زميلتنا العزيزة منى المنيسي.